اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفنا في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد سيف. ازيك يا كريم؟ ازيك يا بتسلم؟ شايفك بتضحك ومبتسم مبسوط جدا. كويس، انا بحب التفاؤل وروح التفاؤل. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. احمد بقى على طول مبسوط، فدي اهم حاجه بالنسبه لي. انتوا الاثنين مبسوطين. قبل بس ما نتكلم، زي ما قلت لحضراتكم امبارح، سيف بتكلمني وسعيد وكريم، اتكلمنا مع فايز مع ويس مع كل المجموعه ان احنا هنعمل والله بالليل هاشتاج اسمه التالتة على التوالي. التالتة على التوالي، ونمنا مالناش دعوه. صحينا حطينا هاشتاج التالتة على التوالي، لقينا تالتة على التوالي للتاريخ. وطالما جمهور النادي الاهلي اللي عمل كده يبقى احنا مبسوطين وفرحانين، ما عندناش اي مشكله خالص في هذا الامر. وبالتالي خلينا نشوف بعض التفاعل اللي حصل على هاشتاج التالتة على التوالي. ان شاء الله ان شاء الله استطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه البطوله. مصطفى كرم، مصطفى كرم بيقول حارب على البطوله بروح الابطال، العب برجوله، متعه الكوره، افريقيا الكبار، وانت الاسطوره. دعم كل الدعم يا اهلي، ان شاء الله ترجع بالف سلامه منصورين وفرحانين وجايبين الكاس معاكم من قلب كازابلانكا، من قلب المغرب. قدها يا اهلي، قدها. دي صورة أم نور. طبعا أم نور واحدة من كبار محبي النادي الأهلي. أم نور، أم نور الدين مصطفى، يعني كلنا كأهلاوية عارفينها كويس. طبعا يعني واحدة بتموت في النادي الأهلي، بتعشق النادي الأهلي. محمد هاشم بيقول اللعب برجولة متعة البطولة، إفريقيا للكبار، وأنت يا أهلي أسطورة. الصورة دي وأنا بحتفل بالعشر، إن شاء الله هنحتفل او هحتفل بال11 يا رب ان شاء الله. جمهوركم واثق فيكم، هو ده الكلام، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنتمناه خلال الفتره القادمه. الحادية عشر يا ابطال ان شاء الله رجاله، وهتيجوا من المغرب بالبطوله الغاليه دي بامر ربنا. ده محمد المكاوي. يلا يا اهلي تالت على التوالي. ده علي زعتر. كرم او كرم عامل النسر، حلوة برضو. أبو فاطمة بيقول إن شاء الله الحادية عشر بتوقيت الأهلي والتالتة على التوالي، يا رب إن شاء الله ربنا يستجيب لنا يا رب جميعا. عبد الله حسان حلمي بيقول واثقين فيكم إن شاء الله التالتة على التوالي. في هاشتاج تاني اسمه التالتة على التوالي للتاريخ، عشان برضو نبقى. مصطفى محمود بيقول التالتة على التوالي، كل الدعم لفريقنا. اخر حاجه احمد، عندنا كتير طبعا، ولكن دي اخر حاجه دلوقتي. لنصنع ملحمه نتباهى بها حتى الموت. حلوه دي يا ميدو، ده احمد ميدو. لنصنع ملحمه نتباهى بها حتى الموت، ان شاء الله تبقى جميله يا رب. ما يعني مش عايز افتكر كل شويه 2007 واللي حصل في 2007، يعني يلا الحمد لله.